السلام عليكم ورحمة الله متابعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. سؤال اتسألته على قناة اليوتيوب من بعض المتابعين، بيقولوا لي كلمنا عن الحاجات اللي ما عجبتكش في الجزائر، وبعض المتابعين بيقولوا لي زي ما بتكلمنا عن المميزات والحاجات اللي عجبتك في الجزائر، يا ريت تكلمنا عن الحاجات اللي ما عجبتكش في الجزائر بصفتك مقيم في الجزائر من فترة. وانا هتكلم في الموضوع ده، بس في البداية احب اوجه التهنئة لكل الاهل والاصحاب والاصدقاء في مصر وفي الجزائر، كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الاضحى المبارك. وانساش طبعا ان انا اوجه التهنئة لكل متابعين قناتي على اليوتيوب، قناة محمد صقر مصري في الجزائر، كل عام وحضراتكم جميعا بخير. نرجع لموضوعنا، وهو السؤال اللي بيسأله المتابعين الافاضل، كلمنا على الحاجات اللي ما عجبتكش في الجزائر، وانا اخترت ان انا اتكلم في الموضوع ده. واحنا بنشاهد مع بعض زي ما احنا شايفين المشاهد دي من ولاية من احب الولايات ومن اكتر الولايات اللي كنت متمني ازورها من ساعة ما جيت الجزائر، وهي ولاية جاية، واحنا في شاطئ كاب كربون. ومع المناظر الطبيعية اللي احنا بنشاهدها مع بعض هنتكلم في موضوعنا. انا حبيت انقل لكم الصورة اللي احنا شفناها من مكان كنت انا دايما بسعى لان انا ازوره، والحمد لله زرته قريب، ونتكلم عليه بعدين في اخر الفيديو. ولكن نبدأ نتكلم مع بعض على موضوع اصدقائنا اللي بيقولوا كلمنا على الحاجات اللي ما عجبتكش في الجزائر. عشان اتكلم في الموضوع ده هبتدي اقول على حاجة مهمة، ان انا بقالي 5 سنين في الجزائر، والله وربنا العالم انا ما شفت غير كل خير في الجزائر، سواء من الافراد او الاشخاص او الناس اهل البلد او من البلد عموما، ما شفتش فيها غير كل خير. ولذلك ده بينقلنا الموضوع تاني، هو حبك للمكان اللي انت عايش فيه او للبلد اللي انت اتنقلت ليها وعايش فيها. ولما بتحب مكان او شخص فانت بتحبه كل ما فيه، بتتكلم طبعا عن ايجابياته لان انت فعلا حبيت المكان، فده طبعا بيبقى حاجة لا ارادية او حاجة لا شعورية. هو إن نقدر نقول يعني زي ما بتشوف خير فانت بترد الخير بخير، وهل جزاء الاحسان الا الاحسان. علشان كده علشان اتكلم في نقطة تاني مهمة، ان انا رغم ان انا عايش في الجزائر الناس كلها بتقول لي ان البلد بلدك وانت مرحب بيك وكأنك في بلدك وكأنك في مصر، ولكن في الحقيقة انا برضو رغم ان حاسس فعلا ان الجزائر بلدي التاني ووطني التاني ما حسيتش بفرقة خالص، ولكن انا دايما يعني في بالي ان انا صورة ان انا ضيف على بلد، زي بالظبط انت لما يجي لك ضيف عندك في البيت، لما يجي لك عندك ضيف في البيت وانت تكرمه وتقابله مقابلة كويسة وتستقبله احسن استقبال، هل ينفع ان هو كل شوية يقعد يكلمك في تفاصيل يعني زي مثلا يقول لك الحاجة دي مش عجباني، الصالون عندك ضيق شوية ليه ما عملتوش اكبر من كده، او الكوزينة عندك ما كانش ينفع مكانها تبقى هنا ليه ما عملتهاش في المكان ده، انت تستقبله استقبال كويس وتكرمه احسن اكرام وتجيب له كل ما لذ وطب قدامه وتحط له قدامه فاكهة وتفاح، يقول لك التفاح ده سوري ولا امريكاني، تقول له التفاح ده سوري، يقول لك بس انا يا اخي بحب التفاح الامريكاني يا ريت كنت جبت لي تفاح امريكاني. فانت هنا ضيف جاي على مكان، شوف الايجابيات وشوف الحاجات الحلوة اللي فيها ورد الإحسان بالإحسان. ادي هو القصد بتاعي والفكرة بتاعتي من ان انا دايما بتكلم في الإيجابيات ودايما بتكلم في الحاجة الحلوة اللي بتعجبني، لان انا حقيقي ما شفتش غير كل خير والله. وكان السؤال بالتحديد كمان في نقطة ان انت كلمنا عن الحاجات اللي شفتها وما عجبتكش وتعودت عليها بعد كده، وهنا هقول حاجة مهمة، ان مش كل حاجة الواحد بيشوفها في بلد وما بتعجبوش بالضرورة ان هي تكون حاجة مش مليحة او حاجة سلبية. الانسان ممكن يشوف حاجة ما تعجبوش وتبقى هي حاجة كويسة حاجة ايجابية. يعني مثلا انا الناس لما بتسافر اوروبا ممكن ما يعجبهاش قانون المرور هناك لانه صعب، في ضبط وربط وفي قوانين بتطبق بصرامة، ولكن هو الموضوع ايجابي فعلا وحاجة حلوة. ولكن بعض الاشخاص مش متعوده على الحاجه دي ما بتعجبهاش لانه مش متعود على كده. فمش بالضروره ان كل حاجه ما تعجبكش في مكان تبقى حاجه سلبيه او حاجه مش حلوه، ولكن الحقيقه انا ما شفتش غير كل حاجه حلوه، عشان كده بتكلم دايما على الحاجات الحلوه اللي شفتها، الحاجات اللي قابلتني، الايجابيات. واحنا النهارده في كاب كربون في بجايه في شاطئ من اجمل الشواطئ في الجزائر،
بنظهر الايجابيات وبنظهر الحاجه الحلوه وانا زرت ولايات كتير. المره الجايه ممكن نعمل فيديو عن عنابه، زرت عنابه في الفتره اللي فاتت زي ما زرت واتسوف قبل كده، وفي كل مره بزور مكان بحب اظهر الحاجه الحلوه اللي فيه، الميزه اللي فيه، لان انا ما شفتش غير كل حاجه حلوه هنا حقيقي. فده كان رد على المتابعين علشان الناس تفهم القصة وتفهم الموضوع، انت بتتكلم على حاجة عجبتك فعلا، على حاجة حبيتها فعلا، تصرف شفته، عادة شفتها حلوة، مكان شفته حلو، فانت بتتكلم من احساسك لا شعوريا. زي ما شفت الحلو بتتكلم على الحلو. كاب كربون كمان من اجمل الشواطئ، غير كده ان هو محميه طبيعيه، ومحميه طبيعيه فيه فصيله نادره من فصيله القرود المهدده بالانقراض. وده عشان كده انا كنت كل ما بشوف فيديوهات عن بيجايه في السوشيال ميديا كنت ببقى عايز ازورها، عشان انا بحب الطبيعه وبحب اشوف المناظر الطبيعيه دي، انك تشوف القرود في الطبيعة ماشية في على شط البحر، يعني في وسط الناس وبتتعامل مع الناس. كنت عايز أعيش اللحظة دي والإحساس ده، والحمد لله قدرت إن أنا أزورها فعلا، وكان يوم جميل وكان يوم رائع. وزرنا شاطئ كاب كربون اللي هو من أجمل الشواطئ في بجاية، زي ما كمان شواطئ عنابة كانت جميلة جدا، وزي ما شواطئ الجزائر كلها جميلة، لأن كل شاطئ له حاجة بتميزه. وان شاء الله كمان في الفيديو اللي جاي انا زي ما انا بتكلم على ايجابيات الجزائر والحاجات الحلوه اللي انا بشوفها في الجزائر، عندي صديق جزائري في مصر بعت لي فيديوهات من الغردقه، بنقول عليها احنا بنقول عليها بالعاميه الغردقه، ولكن هي اسمها الفصحى الغردقه. فهو بعت لي فيديوهات من الغردقه او الغردقه في البحر الاحمر. طبعا كل الناس تعرف شرم الشيخ، ولكن قليل اللي يعرف الغردقه. فطبعا الفيديوهات جميله جدا ومناظر طبيعيه جميله هناك، وطبعا بيسبح في وسط الدلافين الله يبارك. فبعت لي الفيديوهات، ان شاء الله هعملها فيديو لحضراتكم. هيكون الفيديو اللي جاي زي ما بنتكلم على ايجابيات الجزائر وعلى الحاجات الحلوه اللي في الجزائر، هنتكلم برضو على ايجابيات في مصر وعلى الحاجات الحلوه اللي في مصر. ان شاء الله تتابعونا والفيديو يعجبكم. ومره ثانيه بنقول لكل المتابعين في مصر وفي الجزائر كل عام وانتم بخير، لنا فتره كبيره ما عملناش فيديوهات لانشغلنا بالعمل وبظروفه، ولكن ان شاء الله في الفتره اللي جايه هنكون في تواصل مع بعض اكتر، وهنحاول ان احنا نتكلم في مواضيع كتيره. انتظرونا في القادم ان شاء الله، وبنشكركم على المتابعه. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله. اتخلق فيه اخدع عمري مشي محال جيتي تبكي وضربتيني بكلام النار بدل الاحوال وكلام النار.